هل يكون في بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ البدعة التي في البدع في الكلام في البدع تفصيل لا بد منه، الكلام في البدع تفصيل لا بد منه. إذا كانت ثم سنة أميتت فأحياها شخص، هي لغة تسمى بدعة، يعني شيء ابتدع كان ميتا فأحيا ثم تجوزا بدعة، كما قال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. أما البدعة التي اختلاق عبادة ليس لها مثال سابق فهذا المذموم وضلاله.